سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصيب واحد البلاطو ديال الديك خيب اللي هو زوين بزاف، اربعه ديال الاشكال اللي مختلفين بثلاثه ديال الحشوات متنوعين. نتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم. من هذا المنبر هذا بغيت نشكر البنات اللي كيشجعوني، البنات اللي ديما كيشجعوني، ديما كيصيفطوا ليا. كنشكركم بزاف على التشجيع ديالكم ليا، وبفضلكم غادي نستمر ان شاء الله وغادي نعطي المزيد. اول حاجه غادي نصيبوها، غادي نحتاجوا لي كريب اللي عندي هنا. السطر ديال الحليب عندي 250 غرام ديال الدقيق، عندي 3 ديال المعالق ديال الزيت، جوج بيضات، جوج معالق ديال الجبن، عندي شويه ديال الملحه على حسب الذوق، شويه ديال بودره الثوم، راس المعلقه وراس المعلقه ديال الابزار، وراس المعلقه ديال بيكين باودر الخميره الحمراء. هنا غناخذ الحليب، غادي نضيف عليه الزيت، غنضيف عليه هذيك العطريه مع هذيك البيكين باودر، وغنضيف جوج معالق ديال الجبن اللي يمكن لكم تعوضوهم بفرماج مثلثات اولا مربعات، اولا جوج معالق من دانون من ياغورت طبيعي اولا دانون مستوز باش كيعرفوا الجميع. وغادي نضيف عليهم جوج بيضات و250 غرام ديال الدقيق، وغادي نخلط الخليط ديالي، يمكن لكم تستعملوا الخلاط الكهربائي. غنخلط الخليط ديالي تينسجم، ما يبقاوش ليا حبيبات ديال الدقيق في الخليط. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال سنيده، نسيت ما ذكرتهاش، هي كتعطي اللون للكريب صافي. وغادي نحطي الكريب ديالي وغادي نخليه يرتاح واحد 10 دقائق على ما ندوز نصيب الحشوه الاولى. نخلط مزيان الخليط حتى ينسجم وغادي نخليه يرتاح. بالنسبه للحشوه الاولى هنا عندي بصله كبيره اللي قطعتها مربعات، عندي صدر ديال الدجاج مقطع مربعات على حسب الافراد ديال العائله ولا على حسب شنو متوفر عند الانسان، داكشي علاش ما كنذكرش الكميه. عندي 3 المعالق ديال الزيت، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال القزبر يابس مطحون، وعندي ابزار وربعه ديال الفرماجات. هنا غناخذ مقيله غندير فيها الزيت، غنضيف عليها البصله، وغادي نضيف في العطريه كما قلت لكم شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال بودره الثوم ولا الثوم تحكو ثومه. وهنايا عندي القزبر يابس كنستعملو انا بزاف، المذاق ديالو زوين. وغادي نحرك ديك البصله ديالي حتى تطيح شويه، عاد غادي نضيف السر ديال الدجاج. هنا ملي طاحت ليا البصله غادي نضيف السر ديال الدجاج وغنحركو وغنخليه عاوتاني حتى يطيب، عاد غادي نضيف الفرماج. ملي طاب البنات الدجاج غنضيف 4 ديال الفرماجات وغنخلطهم مع ديك الحشوه تينسجموا ليا، وغادي نطفي على الحشوه ونخليها تبرد، وغادي نمشي نطيب الكريب. هنا غناخذ مقيله غادي نحطها فوق البوطه حتى تسخن، عاد ندهنها بالزيت، وغناخذ مغرفه من داك الخليط اللي عندي غنخويه في مقله وغادي ندورها حتى تاخذ ليا مقيله، تاخذ ليا الشكل ديال المقله صافي. وغادي نحطها فوق البوطه تطيب، يعني ما تحاولوش تحيدوها من جنب باش ما تقطعش ليكم، خليوها حتى كتبان ليكم راها كتحيد من جنب، عاد قلبوها كما كتشوفوا هنايا راها تحيدات الكريبه. غادي نقلبها تاخذ ليا لون في الجهه الثانيه صافي، وغادي نحيدها. هنا البنات صافي حضرت ليا اللون، غادي نحيدها وغنستمر بهذه الطريقه هذه تنكمل الكميه اللي عندي. هنا البنات ملي كملت الكميه اللي عندي كما كتشوفوا الكريب كيجي ارطب، كيجيش قاصح من جناب بديك راس المعلقه ديال البيكنج باودر اللي درت ليه صافي. وغادي نعمر الشكل الاول، غناخذ الكريبه غندير فيها فرماج مربعات وغندير الحشوه، وغادي نسدها على شكل مسمنه، وغادي نسدها بداك الخليط ديال الدقيق مع الماء، وغادي نديرها في مقله بحال المسمن تكون مدهونه بالزيت، وغادي نقلبها تاخذ ليا اللون. الحاجه اللي بغيت نقولها للبنات، بالنسبه للفيديو صيبتو شحال هذه، ملي جيت نمونطيه لقيت ان الفيديو تحذفوا ليا ثلاثه د المراحل الاخرين من هذه المرحله، هذه المرحله دوك المراحل اللي تابعين هذه المرحله هذه لقيتهم كاملين تحذفوا، داك الشيء علاش عودتهم عاد حطيت الفيديو. انا البنات ملي ربعت داك ولا شكلت داك الكريب غندير ندهن مقلب الزيت، غنحط فيها لي كريبه حتى تاخذ ليا اللون، من بعد نقلبها وتاخذ ليا اللون في الجهه الاخرى، وغنستمر بهذه الطريقه تنكمل الكميه اللي بغيت نصيب. بالنسبه للحشوه
الثانية هنا عندي فرماج موتزاريلا محكوك، عندي جوج بيضات اللي سلقتهم حكيتهم، عندي كاشير اللي حكيته حتى هو، وعندي العلبة ديال الطون، وعندي ليمول ديال الكيك اللي غندير فيهم لي كريب باش ياخذوا ليا الشكل ديال المول. هنا اول حاجه غادي نخلط داك المقادير اللي عندي ولا داك الحشوه، عندي جوج بيضات محكوكين، عندي فرماج موتزاري اللي حكيتو، كاشير وطن. من هاد المرحله البنات عودت من هاد المرحله، من الشكل الثالث عودت الفيديو كما قلت لكم حيت تحذف ليا وعودته. صراحه اصعب حاجه هي صيب فيديو وتحذف ليك وخصك تعودو مره اخرى. غنخلط الخليط ديالي حتى ينسجم، غنجيب ليمول غنلبسهم لي كريب وغادي نضغط عليهم من الجناب باش يتسنن ليا ياخذ ليا لي كريب الشكل ديال الليمون. بالنسبه لذاك الفائده هذاك اللي كيكون عندكم ما تضيعوش، حاولوا تعمروه وحتى هو تستافدوا منه. الا كانت عندكم مقله صغيره حاولوا ديروا لي كريب بالضبط اللي غديروا في هاد الليمون هادو يكون صغير. انا ما كانش عندي مقله صغيره لذلك درتهم كبار وقطعتهم من بعد. انا استمرت بهذه العمليه حتى كملت داك الليمون كاملين اللي عندي. كديروا الكريب كتبركوا عليه من جناب حتى تاخذ لكم ديك السنينات، يمكن لكم تستعملوا حتى ديال ليطار صافي. ومن بعد غتعمرهم بالحشوه. انا عطيتكم اقتراحات ديال الحشوات، يمكن لكم تستعملوا نتوما الحشوات المفضله عندكم. بالنسبه لهذه الحشوه هذه كتجي زوينه بزاف وسريعه التحضير. صافي غنعمرهم بالحشوه كاملين، غنستفهم في لاطا ندخلهم الفرن 10 دقائق غير باش يشد ليا داك يشد ليا لي كريب الفورمه ديال دوك ليمول. صافي وغادي نحك عليهم فرماج موتزاري من الفوق. صافي غادي نخرجهم. بالنسبه للشكل الثاني غنحتاج فيه نفس الحشوه، غنجيب لي كريب غادي ندير فيها الحشوه على شكل طولي وغادي نسدها من جنب وغادي نروليها على شكل سيجار، وغنسدها بداك الخليط ديال الدقيق مع الماء باش ما تحلش، وغنستفهم في لاطا اللي غتكون غتدخل الفران كتدخل الفران. غنستمر بهذه الطريقه هذه تنكمل الكميه اللي بغيت نصايب. كديروا الحشوه على شكل طولي، من بعد كتسدوا وكترولوه على شكل سيجار وكتسدوا بداك الخليط، يمكن لكم تسدوا حتى بفرماج. صافي هنا ملي كملت ديك الكميه اللي بغيت ندخل الفران خديت فرماج موتزاري اللي خلطت معاه خيزو محكوك، غنستفو على لي كريب وغندخلو الفران اللي يكون مشعول من قبل يسخن مزيان ومطفي غير باش يدي بليا ديك الفرماج شويه. صافي وغادي نخرجو. الحشوه ما كطيبش يعني ما تحتاجوش تخليهم في الفران لوقت طويل. بالنسبه للحشوه الثانيه عندي الخس وعندي لانشون وندير بعض الفرماجات. كناخذ لي كريبا كندهن ليها الوجه ديالها بفرماجه، ممكن لكم تستعملوا مايونيز. غندهن ليها داك الوجه كامل ب داك الفرماج وغادي ندير عليها الوريقات ديال الخس، غير الوريقات اللي كيكونوا الفوق كتحاولوا تحيدوا داك البيوض ديال اللي كتكون لتحت حيت كتكون قاصحه شويه. صافي غادي نستف عليها لانشون. الا كان عندكم شرائح ديال الديك الرومي ما لقيتهمش الصراحه، هما كيكونوا رقاق وكيكونوا يسهلوا عليكم العمليه ملي كتبغيو تليويو لي كريبا على شكل رولي. هنا ملي كدرت الخص مع لانشون روليتها وغادي نسدها بشويه ديال الدقيق وغنجيب كوردو غادي نسد به، غنحاول نحدد به البلاصه فين غادي نقطع. صافي ملي درت لك داك الكوردون غادي ندير غنجيب موس، يا ربي غنجيب موس اللي يكون مسنن وغادي نقطع به على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما، ممكن لكم تخرجوا فيها حتى أربعة، الحجم كيبقى على حسب نتوما شنو بغيتو، واش بغيتو هما يكونوا كبار ولا اصغر. هنا غنستمر بنفس العمليه تنكمل كمية كاملة اللي عندي. كديرو الخس مع ديك الرومي او لا لانشون او لا الكاشير تحكوه، كتلويوه على شكل رولي وكديرو الكوردو. صافي وكتقطعو بموس اللي يكون مسنن وكتجي الحشوة بنينة. في صراحة كتعجبني هاد الحشوة هادي حيت باردة
وكيكون مذاق رائع، نتمنى تعجبكم وتجربوها حتى نتوما وتعجبكم. انا غادي نكمل العمل الكميه اللي عندي كامله بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهذوك اللي درت في المول، ها هما خرجتهم من الفران، حكيت عليهم الفرماج وغادي نحيدهم من ديك لي مول فاش درتهم. صافي البنات، ملي خرجت هذوك من الفران استفتهم كاملين في بلاطو كما كتشوفوا، اربعه ديال الشكل اللي درتنا مع بعضياتنا. نتمنى بصراحه تجربوهم ويسبقوا لكم ويعجبوكم. وما تنساوش تخليوا لي تعليق ولايك وتبارطاجيو الفيديو من طبيعه الحال الا عجبكم. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره، كنقول لهم مرحبا بكم عندي، ما تنساوش تابونا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. انا البنات انا زينتهم بالبيض ديال السمن اللي زوقته بالخشخاش، حبوب الخشخاش ولا البافو، وشويه ديال الزيتون مع شويه ديال الفلفله الحمراء اللي درتهم في كوردون وثبتهم على الكريب ديالي. نتوما التزيين كتبقى على حسب الذوق. يلا كنقول لكم السلام عليكم الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.